لا تدع الصعوبات تقلقك، فقضيتك عظيمة جدا لدرجة أن نقاط ضعفك لا تستطيع تدميرها. تعلم أن تبني سلما من الأحجار التي تعثرت فيها. تقدم ببطء لكن لا ترجع للخلف إطلاقا. معكم بدور المصري لاعبة رماية في نادي مبارك الكبير. بديت اللعب ب 2019، كنت ألعب ألعاب قوة، رمح وجلة وقرص. شاركت في بطولة المرأة 2019، حصلت على ميداليتين فضية وبرونزية. وأول ما بلشت ألعب رمح، كان التكنيك والممارسة سهلت علي الموضوع، وبعدها بلشت بالجلة وبعدها بالقرص، بعدين دشينا بالرماية. وأنا ألعب ألعاب قوة قالت لي واحدة من رفيجاتي إن في كأول مرة بالصوت نلعب رماية، تعالي جربي. فمن جربت حبيت اللعبة واستمريت فيها. كنا نية تمرين في وقت كورونا، ملتزمين بالاحترازات الصحية، وكوني أول واحدة ألعب بصوت كان في شوية حماس يعني، وسلاح، وأنا خاطري بما أن الإعاقة بصرية فجربتها. والحمد لله أول شيء كان في صعوبة إن تركيز الصوت وكذي، بس مع الوقت بدأت أخذ على الوضع والحمد لله. لا تنتظر تغير الأحوال لتتصرف، أنت من يستطيع التغيير بوعيك إن حضرت بداخلك طاقة الهمة والإرادة لذلك. مفتوح دائما يقول لك تقدم وابدأ التغيير من الداخل. كوني أول كويتية بالشرق الأوسط ألعب بالصوت، هو يفرق طبعا عن البصري، لأن قصدي عن الناس العادية، لأن إحنا البصري نلعبها بسماعة ويصير في نفس سنسر صوت، وعلى الصوت تصيد الهدف. فأول ما لعبتها كان في شوية صعوبة، في اهتزاز، ما في ثبات. مع الوقت شوي شوي بديت أفهم الصوت الهدف، والثبات بدأ يصير عندي تمام، وبدينا نلعب إن شاء الله. أول ما كنت ألعب كان في شوية صعوبة إني أوصل معلومة حق المدرب إن الصوت لا مو فاهمته وما أدري شنو، بما أنه هو المدرب كان يدرب بس أصحاء، فشوي شوي بدينا حتى نتوافق تفكيرياً إنه يفهم علي إن الصوت خلاص بدأ. جرب كابتن بدأ يستوعب إن شلون أبي أصيد الصوت مثلاً اللي يوصل للهدف وكذي، والحمد لله. We'll be right back.
الهمة والإرادة هي التي تقود الفرد دائما إلى الإبداع. ولذلك إذا توافرت الهمة والرغبة في استغلال تلك الفرصة تحقق النجاح. كنا مستعدين بشهر 3 اللي طاف حق بطولة العين عالمية، بس كورونا هي اللي وقفتنا، وإن شاء الله في موسم جاي على السنة الجاية بإذن الله، الله يوفقنا إن شاء الله. راح نستعد حق الموسم على شهر 4 بإذن الله، بتبلش البطولات وإن شاء الله. في بطولة المرأة ما كنت مستعدة حق القرص بالذات، بس قالوا لي إنه لازم تشاركين، وبنفس اليوم علموني شلون الطريقة المسكة وكذي، ولعبت والحمد لله الله وفقني جبت فيها الثاني. طبعا السلاح يشتغل على سنسر يوصل الصوت من السنسر للهدف على صوت صفارة، لما اوصل للهدف تصير صوت الصفارة مستمر. أتمنى إن شاء الله مستقبلاً نكون فريق نسائي عاقة بصرية بلعبة الرماية. أحب أشكر زميلتي اللي قالت لي جربي باللعبة، والمدربين الله يعطيهم العافية قواهم الله، تعبوا شوي وياي على سالفة الصوت بس الحمد لله. بالنهاية أحب أكون قدمت اللعبة بشكل واضح، وأتمنى إن شاء الله إذا في ألعاب كإعاقة بصرية تعيقنا يشوفوا أي حل، يعني مستقبلاً إن شاء الله في لعبة سهم، فشيء وايد حلو.